يا دكتور فخري ونتكلم على فكرة العباءة المالية. حضرتك طبعا رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، ازاي مصر قدرت توفر العباءة المالية عشان تقدر تحسن من النظم الصحية في مصر؟ طبعا دي تجربة ملهمة وكنا بنتكلم عنها أمام أشقائنا الأفارقة. وطبعا يعني في الموازنة بيبقى في محددات للمصروفات في الموازنة العامة للدولة، احنا عندنا 6 أبواب: المرتبات للعاملين في الدولة، كمان شراء السلع وخدمات لدولاب العمل الحكومي، عندنا فوائد الدين الثالث والرابع اللي هو الدعم والمنح والمساعدات الاجتماعية، وعندنا الباب بقى الخامس اللي هو سلع أخرى للأجهزة اللي هي تعتبر الوزارات وخلافه، والسادس بقى الاستثمارات العامة في البنية التحتية. ده مهم قوي يعني، فلما تيجي تشوف كده حرية الحركة تجد ما يلي: انه يهمنا طبعا استحقاقات الدستورية. النهاردة الاستحقاقات الدستورية لازم اشوف الموازنة الاول تعليم وصحة خدوا كام، واحنا بنقول في التعليم التربية والتعليم اللي هي التربية والتعليم ما قبل الجامعي يعني 4% من الناتج المحلي الاجمالي، والتعليم العالي يبقى 2% من الناتج المحلي، يبقى اجماليهم 6%. 1% البحث والتطوير، بحث العلمي يعني 1%، يبقى دول على بعضهم كام؟ 7%. والثلاثه الباقيين بقى دول لمين؟ للصحه. طبعا جمعنا هذه المبالغ احنا في البرلمان نتحقق هل الاستحقاق الدستوري ان يكون 10% من الناتج المحلي الاجمالي ينفق، واقصد بالانفاق كل انواع الانفاق. كل انواعه، يبقى كام؟ فعشان وكل حاجه يعني الصحة تاخد 3%، تعليم ما قبل الجامعي 4%، لازم نتحقق من هذا، زائد الإجمالي كله على بعض يبقى إيه؟ ما يقلش عن 10% على أن تزيد حسب الدستور. وهنا أنا متخطي الحد الأدنى. فأنا جمعنا طبعا إحنا في اللجنة بنجمع نشوف والأعضاء موجودين وبنناقش كل الوزارات في هذه الخاصة الصحة والتعليم. كان معنا السيد معالي وزير التعليم وهو ماسك برضو الملف بتاع وزارة الصحة في هذه الحالة. يعني الانفاق اجمالي 860 مليار لما بقسمه على الناتج المحلي الاجمالي حسب يعني السنة الجاية، انا بتكلم على السنة اللي جاية، الموازنة اللي جاية هتبدأ من اول يوليو الشهر اللي جاي 1/7، بيطلع كام؟ 10.5%. فاحنا معدين وبقالنا على 3 سنين بهذا الشكل. 3 سنين، السنة اللي مثلا 19-20 أو 20-21-22-22 السنة المالية الحالية، ثم السنة يبقى رابع سنة في هذه الحالة، نجد إن إحنا فعلا استخدام ده الدستور ما نقدرش في هذا. فإحنا اللجنة في مجلس النواب نتأكد إن هذا الاستحقاق الدستوري متحقق بالفعل بحده الأدنى على أن يزيد. هو فعلا بيزيد قليلا عن الحد الادنى فيه، وعشان كده بقول ده حاجه. الحاجه الثانيه مهم جدا ان انا برضو الغلا الناتج عن الازمه الماليه العالميه. شوف بقى احنا بنتكلم تعليم وصحه، كمان متوسط دخل الناس هتقدر تقابل تواجه الغلاء، غول الغلاء الموجود تضخم. ده احنا مش ذنبنا، طب كورونا وجت واحنا مش ذنبنا، هي كورونا جت من على عمت على العالم كله واحنا من ضمنهم. فعملنا ادارنا الملف بتاع كورونا باداره يعني رشيده في هذه الحلقه.